رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، وضيفتي النهاردة نشأت في وسط عيلة فنية كبيرة، والدها الملحن الكبير محمد علي سليمان، وعمها المطرب الرائع الراحل عماد عبد الحليم، وشقيقتها الفنانة الكبيرة أنغام. باختصار هي من عائلة فنية من نوع خاص جدا، عشان كده لما شفناها في دور شمس في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني اللي كسر الدنيا تقريبا وعمل نسبة مشاهدة عالية جدا جدا، قدرت تقنعنا بموهبتها الفنية. قررنا ان احنا نقعد معاها ونتكلم اكتر عن وجودها داخل الحقل الفني سواء كان في الغناء او حتى في التمثيل. برحب بالفنانة الجميلة غنوة. غنوة ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ ميرسي يا سارة، تقديم ما شاء الله. ويلكم كليب حلو، اديتي اداء جميل جدا اثنى عليه جميع الناس لما اتفرجوا عليكي في الاب الروحي الجزء الثاني. فكلميني بقى عن الورق اول ما جالك وترشيحك لدور شمس. انا الحمد لله اللي رشحني استاذ ريمون مقار منتج العمل، بعد رشحني الاستاذ سامر حمزه، قعدت مع استاذ سامر حمزه، عرفت دوري، ترعبت جدا جدا جدا. كنت خايفه يعني؟ كنت خايفه جدا من التمثيل، وكنت شايفه ان انا هجرب التجربه دي، لو حسيت ان انا ما عنديش ده خالص، ما عنديش الموهبه تماما، او يعني حتى لو 10 20 30% لا، يا تبقى اكبر شويه، يا لو حسيت ان في حد متضايق مني سواء في الوسط الفني او في جمهور قال ان انا ما ينفعش، ما كنتش هكمل. انت طماع بس حلو، الطمع في النجاح ده جميل. الحمد لله. انا بحس ان انا ما عنديش حاجه ما ينفعش اعملها. هايل جدا، الحمد لله. ما شاء الله، انت اصلا عائله فنيه كبيره، ليها كل حد له اسم وباع طويل في الفن يعني، واكيد هنوصل للنقطه دي ونتكلم فيها، بس عايزه اتكلم اكتر عن مسلسل الاب الروحي. لما جات لك الشخصيه وخلاص قعدتي واتفقتي عليها وخدتي الورق تقريه، ازاي جمعتي تفاصيل بقى الشخصيه؟ بصي، هو اولا انا ما اخترتش الشخصيه، يعني انا لا، لما جات لك انت، لما جات لي هو مستر ريمون اللي اختارها، استاذ هاني سرحان، استاذ نبيل عبد الحميد، استاذ سامر حمزه، استاذ هاني واستاذ نبيل مؤلفين المسلسل، استاذ سامر حمزه مخرج المسلسل، هم اللي اختاروا شمس ليا. فانا لما قريتها حسيت ان هي مختلفه عني تماما. شمس فرفوشه كده، والبنت بتحب الحياه وعندها حيويه، ما بتتكلم كتير ورغايه طبعا جدا، بتتكلم بسرعه. انا يمكن بتكلم بسرعه شويه بس مش زيها كده، وما عنديش التلقائيه الفظيعه بتاعتها دي، انا بتكسف جدا. هي ما بتكسفش بجد، هي عكست حازم العطار اول ما عرفت اسمه، لان هي كانت بتحب العطار كبير، فيعني مش بتحبه، كانت بتشوفه زمان عند باباها، ويعني حاجه بالنسبه لها حاجه اتشديتي. وهم يعني. فاول ما سمعت اسم حازم العطار ان هو ابنه زين. قالت لا، حازم العطار، زين العطار، زين الكبير، زين العطار الكبير. هي حبت تشوف بقى مين حازم العطار، هيبقى موز زي بابا ولا لا. انا نفسي بتكسف جدا، ما اقدرش اكلم بابايا كده. طب ازاي بقى، ازاي قدرتي بقى تجمعي زي ما بقول لك بقى التفاصيل علشان تعرفي تعملي شكل الشخصيه اللي هي مش شبهك خالص؟ قريت الورق كذا مره. بصي، انا يوم ما خدت الورق طبقت لتاني يوم، عشان انا كان عندي يعني فاشن. كان عندك، كان لازم اقعد اعرف شمس بتعمل ايه، مع اني كان استاذ هاني حكي لي عنها. تاني يوم بقى كلمت استاذ تامر، قلت له انا لا مش هقدر، انا مرعوبه. قال لي مالكيش دعوه، انا شايفك شمس، هنقعد مع بعض وهنبتدي نذاكرها. قعدت اذاكرها، شفتها في الناس، بعدت تماما عن الهندسه، لان هي مش بتظهر ان هي بتشتغل في الهندسه كتير، يعني مش بيبان حاجه هي بتعملها، مش تفاصيل يعني. شفت بس اتيتيود المهندسين، شفت بنات بقى شعنونه زيها كده، فضلت ادور في اللي حواليا. الحمد لله، الحمد لله. زي ما الحمد لله، زي ما بقول لك الجمهور اثنى عليكي في الدور اللي انت عملتيه ده. كمان احنا لما انا شخصيا لما سمعت صوتك دلوقتي في الاستوديو قبل ما ندخل على طول، لا صوتك حلو قوي وناعم جدا ورايق قوي، تحس ان هو جاي من بعيد كده، فباين ان انت تربيه الملحن الكبير ويعني محمد علي سليمان، ومن عيله فنيه مهمه جدا وكبيره. طبعا عمك الفنان الرائع، الفنان الرائع اللي كلنا بنحبه. بصي، انا شخصيا بعشقه وبيسموه ملك الاحساس، طبعا عماد عبد الحليم. كلميني عن تربيه الملحن الكبير محمد علي سليمان ليكي. خدتي منه ايه؟ شربتي منه ايه في الغنى؟ انا شربت منه كل الاحساس اللي فيه. بصي، ناس كتير بتقول ان احنا شبه بعض قوي، كلنا بنغني زي بعض او بنقلد بعض. فلو سمعوا بابا كويس هيعرفوا ان بابا هو الاساس بتاعنا، احنا شاربين منه
وارثين الجينات، مش بنقلد بعض يعني، ولا بابا وعم عماد وعم محمود بيقلدوا بعض، ولا انا ولا انغام ولا خالد ولا احمد، ولا كلنا كده الاخوات بنغني زي بعض. لانه عارفه اللي هيسمعك ويشوف ادائك ونبره صوتك واحساسك شبه انغام جدا. طبعا انا ما جيش حاجه جنب انغام، لان انغام بتغني بقالها مشوار طويل، يعني تقريبا 30 سنه انغام بتغني ويمكن اكتر. نفس احساس الفنان الرائع الراحل عماد عبد الحليم. الحمد لله الخبره عندها كبيره جدا. انغام بابا طبعا ابتدى معاها من هم صغير، يعني من انغام صغيره جدا. انا ما ابتديتش غنى من زمان، يعني انا الغنى بالنسبه لي موهبه بحبها، بس الاساس عندي انا التمثيل بجد. يعني انت تفضلي اكتر لو انت عندك الطريقين ومضمون لك النجاح هنا مثلا ومضمون لك النجاح هنا، تحبي انك تمشي في اي طريق؟ لا، همشي في التمثيل. في التمثيل. الغنى هعمله من حبي في الغنى، هعمل سنجل كل فتره، ممكن اغني في مسلسل، في دراما، مش يبقى ممارسه ولكن تبقى موهبه. بالظبط، تبقى موجوده في حاجات معينه، ما تبقاش موجوده عندي هي الاساس. لكن اكيد بيتكم زمان كان بيدخلوا فنانين كتير، مين من الفنانين لو تفتكري كده ورجعنا لورا مع بعض ذكرياتك كانت مع مين؟ شفتي مين بيدخل عندكم البيت بيجي وبيسمع وبيغني؟ لا، هو انا بصراحه شفت كل فنانين الوطن العربي تقريبا. يعني استاذ مدحت صالح، استاذ محمد الحلو، استاذ علي الحجار، البنات الحلوين الكتير قوي اللي بيغنوا لحد دلوقتي، مي فاروق، ريهام عبد الغفور، غدر رجب، لا كتير مش عايزه انسى حد، بس ما شاء الله يعني الحمد لله هم كل النجوم جولنا زمان. استاذ محمد عبد الوهاب جه، بس انا ما لحقتوش. انت ايه بقى؟ ما لحقتوش. لا، انغام وبابا يعني اللي دخلوا بيتنا. ايوه، كل نجوم الوطن العربي كنت بشوفهم عندنا، اللي بيغني واللي بيمثل والمخرج كلهم معنا الحمد لله. طيب هرجع بيكي بقى مره ثانيه للتمثيل، لان واضح ان انت عايزه تركزي اكتر في مشوارك الفني التمثيلي. علاقتك بالفنان بقى حسن حسني جوه اللوكيشن بتاع التمثيل، كان في مشاهد كتير بتجمعك معاه؟ الحمد لله. الحمد لله انا بشكر ربنا جدا، وبشكر استاذ ريمون مقار، استاذ سامر حمزه، استاذ هاني سرحان، واستاذ نبيل عبد الحميد على الفرصه اللي هم ادوها لي ان انا اقف قدام استاذ حسن حسني. فرصه كبيره جدا وصعبه جدا عليا، وكانت رعباني وبصراحه استاذ حسن مسلسل ضخم مليان نجوم طبعا. استاذ حسن طمني جدا، انا رحت قدامه قلت له انا مش عارفه اتكلم. انا مش عارفه اعمل ايه. قال لي لا اهدي خالص، انا بابا، انا مش حسن حسني، انا بابا ذكري، وانتي بنتي، واحنا قاعدين في البيت مع بعض، والكلام اللي مكتوب في السكريبت احنا حابينه، واحنا نرتجل براحتنا، نقول الحاجات الجميلة. وهو بسم الله ما شاء الله يعني كان بيضحكنا جدا جدا جدا، فكني جدا، خلاني قدرت ابقى بجد. كان بابايا استاذ سامر حمزة كان بيديني احساس المشهد قبل كل مشهد، ما بيقوليش استاذ حسن حسني، بيقولي بابا يا غنوة وبابا يا شمس، عماد اخوكي يا شمس، بيتعامل على اساس ان هم اهلي بجد، تقريبا ما بيقوليش يا غنوه في اللوكيشن. انتوا حتى يعني اوف كاميرا او بره الكاميرا انتوا بتتعاملوا بنفس الشخصيات عشان ما تخرجوش بره؟ بالظبط. استاذ تامر بيقول لي يا شمس، بيتعامل معايا على اساس ده دايما، يقول لي يا شمس، ما بيقوليش يا غنوه في اللوكيشن تماما. الفضل يرجع لي ان انا قدرت الناس تحب شمس يعني بالطريقه دي، ان انا قدرت اوصلها. لسه عايزه تعملي مثلا كورسات تمثيل او حاجه؟ لانه في فنانين على فكره كبار، فنانين كبار، فنانه ليلى علوي، ناس كتير جدا على فكره. مش بسمع يعني ما اقعدش اسرد في اسماء كتير، لكن في اسماء كتير وفنانين كبار بيعملوا اوديشنز لحد دلوقتي، وبيعملوا مش اوديشنز سوري، بيروحوا ورشات تمثيل. لا، وبيعملوا اوديشن على دور لو صعب عليهم وجديد عليهم. انا اعرف ان في فنانين لحد دلوقتي ممكن يعمل اوديشن على دور سايكو مثلا، يجرب هو يقدر يعمله ولا لا، دور صعب عليه جدا ما تخيلش انه يعمله. ما اعتقدش ان ده غلط. انت بقى عايزه، محتاجه ان انت تخشي تعملي ورشات تمثيل والحاجات دي، برضو تثقلي نفسك انا اكتر. انا فعلا خدت ورشه تمثيل، استاذ ريمون مقار اللي اداني الورشه في الشركه قبل ما نبدا الاب الروحي، مع احمد مبارك استاذ التمثيل بتاعي، بشكره جدا 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 ان هو جهزني للدخول اصلا عالم التمثيل. بس انا عندي نقطه بوينت كده، ان هو انا بالنسبه لي التمثيل مش بيتعلم. يعني التمثيل موهبه موجوده جواكي، حد هينميها، هيساعدك في ان انت تطلع دور معين. مش عموما اخد كورس تمثيل على ايه، يعني انا عايزه اخد على الدور اللي جالي. لو الدور ده صعب عليا، انا فعلا جالي دور الحمد لله صعب جدا عليا، وابتديت اتكلم فين انا هاخد فيه ورشه تمثيل مختلف عني تماما، وقدامي لسه شهرين ثلاثه عشان اصور، فانا
هعمل ده وهاخد ورشة تمثيل عشان الشخصية دي. طيب الدور ده بقى في بره الاب الروحي حاجه قريب ان شاء الله بتقري لها ان شاء الله. الف مبروك. انا مش هسالك ايه هي لان واضح ان طبعا اكيد متكتمين عليها دلوقتي. مرة تانية في كلام البنات ومعانا الفنانة الجميلة غنوة واللي شفناها في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي. وغنوة رجعنا لك مرة تانية بس معانا مداخلة تليفونية من أخوكي في المسلسل معانا الفنان الجميل مروان عرفان. مروان أهلا بيك في كلام البنات، إزيك؟ أهلا بيكي. الحمد لله كويسة تمام. كلمني عن الشغل مع غنوة ومشاهدكم مع بعض كانت عاملة إزاي؟ والله بصي غنوة هي أول مرة تمثل، بس هي انا حاسس ان هي بتمثل من زمان وبتضحك علينا واشتغلنا. لان هي جميله جدا جدا حبيبي يا مروان. بعيدا عن التمثيل والحاجات دي اختي بره المسلسل واختي جوه المسلسل. ببدايه ما اتقابلنا في المسلسل قعدنا نعمل بروفات مع بعض كتير، عملنا شغل حلو جدا جدا الحمد لله. كان استاذ تامر مبسوط مننا جدا، والناس حتى الجمهور كان مبسوط من علاقه عماد وشمس مع بعض. حتى احنا مقضينها على السوشيال ميديا يا عمده ويا شموسي ما بنعملش غير كده. بس بجد الف مبروك ليكوا انتوا الاثنين، عملتوا شغل حلو جدا جدا ولفتوا نظر ناس كتير قوي. ان شاء الله من نجاح لنجاح ليك يا مروان وكمان لغنوه. مروان مكسر الدنيا في كذا مسلسل، سلسله دم كان لسه في رمضان. من الممثلين الهايلين. انا اتبسطت جدا جدا ان انا كنت معاه، كنت مستنياه. انا بدات قبليه بشويه تصوير في الاب الروحي، وقعدت كتير قوي استنى مين عماد. الحمد لله النجوم. الف مبروك عليك يا مينا والنجاح، وان شاء الله نشوفك في نجاح تاني قريب جدا. شكرا ليك يا مروان. ميرسي نورتيني. ميرسي. قولي لي يا غنوه ان شاء الله الفتره الجايه، انا بتقولي انك بتقري ورق جديد، انت ناويه تحصري نفسك في حاجه معينه، حابه لاين معين، ولا عايزه تعملي كل الادوار؟ لا خالص، نفسي اعمل كل الادوار. نفسي اعمل دور البلطجيه والمتسوله عايزه اعمل دور سايكو جدا. سايكو انت عينك على السايكو من زمان. انا شايفاكي من الصبح. انا بحب الادوار الغريبه عن الشخصيه لان هيبقى هو ده تمثيل. لحد دلوقتي في شمس لسه طبعا شويه. انت برضو بتعملي ستريتشنج كده يعني عشان ايه تخشي بقوتك ان شاء الله. مين الممثلين والفنانين اللي حابه تقفي قصادهم؟ نفسي الاستاذ عادل امام الزعيم، بشرف ليا يا ريت. من الجداد يعني استاذ عادل امام اهم حد من الجيل القديم. من الجداد عمرو سعد، محمد رمضان، امير كراره، احمد السقا طبعا. يعني انا معظم الناس الموجوده دلوقتي على الساحه النجوم الكبار انا من عشاقهم وبتفرج عليهم متابعاهم جدا. نفسي ينولني الشرف ان انا اقف قدام. لا والمساحه مفتوحه، الساحه مفتوحه جدا، والبطولات الجماعيه بقت طاغيه، وانا شخصيا مبسوطه، انا كجمهور مبسوطه يعني. الحمد لله. استاذ ياسر جلال، انا اسفه انا نسيت استاذ ياسر جلال، من الناس المحترمه جدا، الممثلين محترمين، بحبه شخصيا جدا جدا وتعاملت معاه شخصيا، فاتمنى ان انا اقف قدامه. الف مبروك طبعا لياسر، ده عامل شغل يعني مستنيينه من زمان. اكيد اكيد. طب قولي لي مين من الوجوه الشابه اللي حابه تعملي معاه ديو وتنوروا انتوا الاثنين كده في حاجه قريب؟ والله بصي في ناس كتير قوي في رمضان اللي فات ظهرت، ومعانا في الاب الروحي في ناس كتير كنت اتمنى ان انا اقف الاب الروحي مليان طبعا. من الاب الروحي غفران محمد صاحبتي، مش عشان صاحبتي، عشان هي ممثله هايله اتمنى اقف قدامها جدا. محمد عز طبعا. محمد عز. بصي هو ناس كتير، ومن النجوم طبعا اكيد كل النجوم الموجوده انا اتمنى يبقى في لاين بيننا. استاذ هادي الجيار، استاذه سوسن بدر صورت معاها مشهد واحد للاسف، يا رب في اللي جايه اقدر اقف قدامها. لا كل المسلسل طبعا نفسي. من بره الاب الروحي بصي ناس كتير، انا مش عايزه انسى حد. مليانه مليانه ومعظمهم شاطرين جدا، وبشكر المنتجين واستاذ ريمون مقار بالاخص، استاذ محمد محمود عبد العزيز على اتاحه الفرصه للشباب. شوفي احنا عندنا مخرجين كبار قوي، عايزه اسالك مين نفسك تقفي معاه؟ بس معايا مداخله مهمه جدا جدا، مهمه لينا ومهمه ليكي كمان. معانا الملحن الكبير محمد علي سليمان. الو يا فندم. الملحن الكبير محمد علي سليمان والد غنوه. الو الو. اهلا وسهلا.
وسهلا. اهلا بيك يا فندم، منورنا في كلام البنات. طبعا كلام البنات منور بحضرتك. والله يا غنوة النهارده منوره المكان كله. منور بغنوتي يا حبيبتي. منور بيكم انتوا الاثنين. ايه رايك في غنوتك الجميله في السينما في المسلسل الاب الروحي؟ غنوة فاجئتني. غنوة فاجئتني، يعني تلقائية غنوة في أدائها فاجئني، لأن التلقائية دي نادرة شوية عند الممثلين والممثلات الجدد. التلقائية بتبقى شوية مش في بالهم، يعني دايما فاكرين ان هم بيمثلوا. طبعا معذورين لان ده في البدايات. انما غنوة الحقيقة، يعني مش عشان غنوتي فانا بقول كده، يعني احنا بنحب كل الناس وبنشجع كل الشباب كله بلا استثناء. انما غنوة فاجئتني بتلقائيتها، والتلقائية وصلتنا كلنا كمشاهدين ان البنوته دي مش اول مره تمثل. الحمد لله. اتاري بقى يا ستي، ايوه، انه الجماعه اللي بيغنوا دول اشقيه قوي يعرفوا كل حاجه، يعني على فكره غنوه بكالوريوس منك يا بابا، وبكالوريوس نظم ومعلومات. يعني انت معاكي حد متعلم موسيقيا جدا، معاها بكالوريوس موسيقى. كفايه العيله الفنيه الكبيره، ان كفايه انها اتربت في بيت الملحن الكبير محمد علي سليمان. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا مش بوقع بينكم بقى خالص. غنوه عايزه تكمل تمثيل، مش عايزه يكون مشوارها الاساسي هو الغنى. ده انا ديمقراطي جدا في المساله دي. لا ما انت ما وقعتيش ولا حاجه. تمام. يعني ما جاتش معاكي دي. لا براحتها. اولادي كلهم زي ما هم عايزين يروحوا في منطقه الفن يروحوا. اللي عايز يغني يتفضل، اللي عايز يمثل يتفضل، اللي عايز يعزف يتفضل، اللي عايز حتى يكتب ينقد، عايز يكتب دراما يتفضل. المهم هو يبقى شاطر في ايه، ما يبقاش انا اسف التعبير بيهرج يعني. لا احنا ما عندناش الموضوع ده، احنا جد قوي. صح. يعني الفن بتاعنا او اهدافنا في الحياه جديه جدا. مظبوط. وعلى وجه التحديد منطقه الموسيقى والغناء. طب. يعني احنا ما نحبش نهرج فيها خالص، ممنوع أكيد. ومش عندنا الموضوع ده، مش عندنا الموضوع التاريخ. أنا عارفة إن المزيكا حياة بالنسبة لعائلة وبيت سليمان، وأنا بشكرك جدا على المداخلة الجميلة وببارك لك، بقول لك ألف مبروك على نجاح غنوة. جدا جدا، وأنا متشكر لمقابلتك الجميلة لغنوة. شكرا. وربنا يوفقك ويوفق غنوة ويوفق أنغام ويوفق خالد ويوفق محمود سليمان. يعني. يوفق خالد سليمان وما سليمان جميعا، يوفق كل زمايلهم وزميلاتهم، يوفقهم كلهم ونشوفهم. ربنا يعني يزيد العيلة أكتر وأكتر. أنا بشكرك جدا، بشكر الملحن الكبير الجميل محمد علي سليمان. بعائلة فنية جميلة، حسها حلو، مش هقول صوتها، هقول حسها حلو. وانا بشكرك جدا يا غنوة على وجودك معانا النهارده ونورتينا، وبتمنى لك كل التوفيق في حياتك. انا مبسوطه، وعايزه اقول الف مبروك لكل طلاب الثانويه العامه اللي نتيجتهم طلعت، اللي نجحوا واللي جابوا درجات قليله، مش مشكله، الدنيا ما طارتش. لا خالص طبعا. ربنا معاكم في اللي طبعا جاي. يقدروا يعوضوا. مرسي ده بشكرك. مرسي، انا موجوده معاكي. مرسي جدا يا غنوة، نورتينا بصوتك الجميل وبفنك الحلو، وان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق في مشوارك الفني التمثيلي. شكرا ليكي. مشاهدينا كان معانا غنوة محمد علي سليمان. طبعا شرفنا بمكالمته وانبسطنا جدا بوجود غنوة النهارده معانا وحسها الجميل طبعا اللي سمعناه النهارده. هسيب حضراتكم مع فاصل لانه كلام البنات ما بيخلصش، لسه هنرجع لكم مره ثانيه نتكلم مع شيرين ومعاها ضيفها الدكتور شريف حته استشاري الطب الوقائي عن الصيف وعن الحر، موضوع مهم جدا، استنونا.